المعرض الفني ديال ملحمة الانتصار الذي سيقام اليوم إن شاء الله بمسرح محمد السادس بتنظيم جمعية أدنى وطني للثقافة والبيئة والمواطنة بشراكة مع المديرية الجهوية لوزارة الثقافة بجهة الدار البيضاء. إن شاء الله هذا كعرض أولي غتكون الانطلاقة ديالو مساء اليوم من مدينة الدار البيضاء، وإن شاء الله نأمل أن يلقى نجاح كبير باش إن شاء الله نجوب به كل جهات المملكة، ونتمنى التوفيق والسداد للجميع. جد فخورة باختياري في هذه الملحمة الكبرى، ملحمة الانتصار اللي كتشمل نخبة من الفنانين والفنانات من طنجة للقويرة، وحنا الحمد لله كنا مغاربة، ولي الفخر الكبير باش نمثل جهة الأطلس خنيفرة بني ملال، وتنفتخر وتنعتز بهذا البلد الجميل، وكنا كيجمعنا حب الوطن. وهذه الملحمة كنهديوها لصاحب الجلالة الله ينصره والأسرة العلوية والشعب المغربي صراحة. وكنشكر صاحب الجلالة على الإنجازات ديالو في هذا الوطن الحبيب، والمغاربة كاملين، وحنا كنا تيجمعنا حب الوطن. حصل لي الشرف باش نمثل المنطقه ديالي، هي المنطقه الوسطى اللي تنسميها شخصيا المثلث الجميل ديال جهه بني ملال الخنيفره، خريبكا بني ملال الخنيفره. وهذا شرف لي، تنتمنى نكون عند حسن الظن، لانني اقل من ان اوفي بالمزايا ديال هاد المنطقه اللي انا مدينه ليها، كبرت فيها وتربيت فيها وعاينت فيها المنجزات الكبيره والرشيده ديال سيدنا الله ينصره. ملي جيت نتكلمك عليها تنظن الوقت ما غاديش يكفى، وانا ما غاديش نوفي. يجي نهضروا على بني ملال وما ادراك ما بني ملال، التقاء السفح مع الجبال وما يترتب عنه من غناء اجتماعي وانساني وتغنى، عفوا ماشي غناء، في الموروث الثقافي والتاريخي والاجتماعي. جيت نتكلم لك على مدينه خنيفره، اول ما يتبادر الذهن الزيارات التاريخيه المجيده ديال الملوك الثلاثه مولانا محمد الخامس طيب الله تراه، مولانا الحسن الثاني طيب الله تراه، وسيدنا مولانا محمد السادس نصره الله، خطاب اجدير، والمنجزات اللي تقامت اخيرا، ترسيم الامازيغيه، وهلم جرى، بالاضافه الى المزايا والخصائص الطبيعيه التي حب الله سبحانه وتعالى بتلك المنطقه. جيت نتكلم على مدينه خريبكا عاصمة الفوسفات، لا أظن أني سأوفي. جيت نتكلم على مدينة أبي جعد العاصمة الروحية للمنطقة الوسطى، لأن من أمهات الرأم مدينة أبي جعد، لأن ابن مدينة أبي جعد، بالأنوار الصوفية والعلم